السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو توضيح بخصوص نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط. لما نزلت قبل قليل الفيديو مال نتائج الاعتراضات طلعت ببغداد الكرخ الثانية أو الكرخ الثالثة، فقط هذني اللي طلعت نتائج الاعتراضات. هسه بس قلت لكم بس تنزل خبر الرصافة أو أي محافظة راح أنزلها لكم. بالنسبة لي طلعت، شفت شلون الفيديو شلون طلع هواي بتغيير، يعني من رسوب إلى نجاح. إذا طالع واحد بثلاثة شال له درس وقدر يمتحن دور ثاني. بالنسبة لي يسأل ست أكو بعد اعتراضات لو سدوها، أنا ما معترض يصير اعترض باكر، ويعني هسه أكو تقديم على اعتراض، أي أكو تقديم لحد الآن بعده ما مسدود. وروحوا على المدرسة، يسأل يقول وين أروح، هو للمدرسة مالتكم تقدمون اعتراض، هي 3000 يعني بس 3000 الدرس بثلاثة، تروحون على المديرة تطوها تقدمون اسمكم وتطوها 3000 وهي تروح المديرة تأخذها للتربية، فهي بقت حسب المديرة حسب مزاجها تروح ولا ما تروح، المهم لحوا عليها خاطر تروح تقدم الاعتراض. ويعني اعتراض كلش زين، يعني صار من رسوب إلى نجاح، وحتى درجاتهم بالثلاثين صارت هذا صارت 50. فالكل اللي يريد يسأل اكو اعتراض روحوا من باكر ان شاء الله، باكر خميس اي روحوا من باكر وقدموا. او بعدين هذا اكو هم تعليقين قريتين، يقول انا ناجح واريد معدل يصير اقدم اعتراض معدلي 59 اريد 60. شوف حبيبي، يعني انت هسه بس تريد درجه، هسه انت تبقى لا تعم على نفسك، ابقى على النجاح. يجوز انت من تعترض وانت ناجح يجوز عندك رسوب وعندك هاي، فابقى كل شيء لا تعترض. او هذه انا بالكيمياء قلت راح اخذ 90 اجاني 75، هم اقول لك هذا ابقي على درجتك لا تعمون على نفسكم. اي والمهم هسه حبايب قلبي اكل اعتراض بعده موجود، او روحوا قدموا ان شاء الله من باكر، روحوا على مدرستكم وانطوا اسمكم وانطوا هي هاي المبلغ ال 3000 وان شاء الله يصير هذا الاعتراض. او بالنسبه لي يسال على يعني شنو مطابق، واني يقول اذا شافوا اساميكم ما موجود يعني يقول انا مطابق، اي اذا اسمكم ما موجود بهذه هسه نتائج الاعتراضات يعني انت مطابق. شنو معنى مطابق؟ يعني طابقه ودرجتك ويا يعني الدفتر، او انت شوف انت يعني ما مجاوب هذا حقك درجتك يعني انت راسب، فهذا يسموه مطابق. وان شاء الله التوفيق.